رجعنا لكم السادة المشاهدين في نيوز روم باش نواصلوا التعليق على مختلف الأخبار الوطنية. نمشيو للأخبار الجهوية وين اعتدى فجر اليوم كهل على حارس بقسم النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بالقاسرين بآلات حادة مما خلف له إصابات بالغة على مستوى الرقبة. ووفق معطيات فإنه الجاني اللي كان فقد ابنه منذ أشهر بالمستشفى الجهوي بالقاسرين واتهم حينها الإطار الطبي بارتكابه خطأ طبي أودى بحياة رضيعه وتحول إلى المستشفى فجر اليوم من أجل الانتقام. هذا وتم إيقاف اللجاني من قبل الوحدات الأمنية في انتظار عرضه على أنظار العدالة. خليل شنو تعليقك على الله تعليقي هو هذا من الأخبار المركبة اللي تقريبا معناتها الاعتداءات على الإطار الصحي وعلى الإطارات الإدارات العمومية بصفة عامة أصبحت لا تطاق في الحقيقة. هذا من الأخبار المتداولة صحيح هو نجم يكون انعكاس إذا كان شفناه في العمق لتدني الخدمات الصحية في تونس اللي قاعد يدحر جناح ومنطقة حمراء في الحقيقة خاصة في مستوى المستشفيات العمومية تدني الانفراستركتير يعني قلة الإطار الطبي إلى غير ذلك. ولكن أيضا ما عنده حتى حق إنسان باش يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته في الحقيقة. الإطار الصحي اليوم كيما نطلبوه هو باش يتقبل المواطنين وباش يتفهمهم وباش يحاول أقصى ما يمكن باش يقدم لهم الخدمات على الأقل الضرورية والمناسبة. كيما زاد نجيو المواطن راهي لحظة الغش تنجم تخلق كارثة في نهاية الأمر وراه مش كل شيء زاد يتعلق على الخطأ الطبي، ثم أخطاء طبية وثم ناس طب تقوم بمجهودها قد ما تنجم وفي النهاية معناتها سبحان الله كذا وهذا كان يصير من غير ما تصير عليه مشاكل كبيرة. اليوم ثم كمية كبيرة أو ثم مساحة كبيرة من التجرؤ على الدولة في الحقيقة راهو العون هذاك هو الدولة التونسية في نهاية الأمر هو مؤسساتها. اليوم يلزم نفهموا آلامنا الكل مشتركة معناتها المرضى نتاعنا الكل معناتها كلهم كيف كيف ماذا بينا الناس كل ولكن احترام العون واحترام العون الإداري واحترام الدولة التونسية ولهيبتها هو احترام للإنسان التونسي في نهاية الأمر. هذا راهو جزء من جريمة اعتداء على الناس هو جريمة ما يبررهاش الثأر ما يبررهاش الانتقام ما تبررهاش حتى المصيبة الأسرية اللي الناس الكل تشارك السيد هذا في 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 مصيبته. حتى واحد ما قال لي خدماتنا الصحيه باهيه ولكن ايضا اعوان الصحه هم مواطنين تونس يمارسوا في وظائف ويلزم يقع احترامهم ويلزم الامور تصير بشكل يعني منسوب العنف ياسر تطور الى درجه اننا ولينا في منطقه حمراء في تونس. ولد الامن للحارس في الصحه العون الامن الى غير ذلك ما هذا. اذا اليوم ثم نسبه نتاع انفعالات قاعده صحيح هي عندها أصول اجتماعية وعندها أصول ومشاكل ولكن أيضا قاعدة تطور بشكل يولي شكل إجرامي يجب التصدي له.